مساء الخير على حضراتكم، يا رب تكونوا دايما طيبين وبخير وفي صحة وسعادة. قبل ما نبدأ حلقتنا، للأسف امبارح كنا بننعي أستاذنا رفعت السعيد المعارض اليساري المحترم الذي لم يتعايش من معارضته ولم يعارض إلا لمصلحة الدولة. النهاردة بننعي أستاذنا محفوظ عبد الرحمن الكاتب والسيناريست الرائع الذي أثرى الحياة والفن بأعمال كانت رائعة وكانت الحقيقة كمان مؤثرة. أستاذنا محفوظ عبد الرحمن توفى النهاردة بعد الصراع مع المرض اللي كان مصاب بيه. الحقيقة تعزينا لكل محبيه وتعزينا لأسرته، وافتقدنا في الحياة فنان وأديب وسيناريست وكاتب ادانا كتير، أهمهم أم كلثوم وأهمهم بوابة الحلواني اللي بنى مصر. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصري يا ولاد، مصري يا ولاد حلوة الحلوات. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصري يا ولاد، مصري يا ولاد حلوة الحلوات. اللي بنى مصر كان بالأصل حلواني، وعشان كده مصري يا ولاد، مصري يا ولاد حلوة الحلوات. وادي وبوادي وحر وكسور ومواني ومواني، توحيد وفكر وصلاة الله يرحم الكاتب الطيب محفوظ عبد الرحمن، يا رب ويرزقه الجنة ويغفر له ويجمعنا بيهم كلهم على خير. عايزة أقول لحضراتكم الحقيقة إن من فترة اتكلمنا على حجم الهادر في العالم من الأكل اللي بيكفي إنه يأكل كل الجعانين في العالم، وزي ما حضراتكم الحقيقة شايفين دلوقتي أعلى الدول إهدارا للطعام هي السعودية بواقع 427 كيلو جرام للفرد سنويا. الحقيقة كل التقارير كانت بتقدر وفقا للبنك الدولي أن قيمة الهادر من الأكل في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال اللي هي أعلى دولة في هدر الطعام ب 13 مليار دولار سنويا. بعديها بتيجي أندونيسيا وأمريكا والإمارات، يعني ثلاث دول إسلامية في أكثر أربع دول مهدرة للأكل في العالم، اللي بيقدروا تقرير البنك الدولي في العالم كله بقيمة 750 مليار دولار سنويا. وقال لك أن ربع القيمة دي، ربع 750 مليار دولار، تكفي أنها تأكل كل الجعانين في العالم. فاكرين ده حضراتكم، وفاكرين كمان الفيديو ده اللي عرضناه ليكم لاختراع بينادي في تطبيقه للاستفادة من بواقي الأكل، هنعرضه ونرجع نكمل كلامنا. رائعة من تصميم مؤسسة دبي للفكر. ده التفكير اللي أتمنى يسود، ولو تفتكروا حضراتكم لما عرضنا الفيديو ده من كام شهر تمنيت لو يطبقوا الباحثين عندنا ونحطه في البيوت، أهو نبقى استفدنا. لكن الحقيقة خلونا نشوف فيديو تاني بيعالج بشكل تاني موضوع الأكل اللي بيتبقى مننا. خلينا نشوف. Thank you.
حضراتكم شايفين الراجل دخل قاعد على ترابيزة بيأكل عليها اتنين، سابوا أكلهم وقاموا، راح مكمل أكله وافتكروا الناس في المطعم إنه فقير ما معهوش قيمة الأكل، لكن المفاجأة إن الراجل قام وحط فلوس الأكل تبرع في صندوق للتبرعات. يعني هو مش فقير، لكن هو مش حابب إن أكل يترمي. صحيح صعب إني أقول لك تعمل ده، أنا نفسي مش هعرف أعمله، لكن لو جعان ومش لاقي هتعمله. يا رب يكفينا شر الجوع. الأهم بقى أنت تقدر تعمل حاجة تانية، أهم الحقيقة أنك تاكل على قدك وتطلب على قدك وما ترميش فتفوتة أكل من طبقك، لأن ده بفلوس، وأنت كده بترمي فلوس مش بس ممكن تفيدك، لكن ممكن تكون الحقيقة في وقت تاني سند لغيرك. الحقيقة ده مش تفكير اللي مش لاقيين، ده تفكير اللي معاهم فلوس. نقدر كلنا لحضراتكم، ده في دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فبالتالي هي بيقولك إن كل طبق بيتحط قدامك بيساوي فلوس بتترمي لما الحقيقة تسيب أكل يروح الزبالة. الحقيقة لو كل أم وعت ولادها بقيمة الأكل واستهلاكنا ليه، مش بس من ناحية الفلوس لكن من ناحية المية اللي هتتحول لسلعة نادرة جدا في السنين اللي جاية. لما نشتري حاجاتنا اشتروا اللي أنتم بتاكلوه ومحتاجينه. بس كمان قبل ما نقفل الجزء ده خلينا نقول ان في ناس بتسعى في مصر لتطبيق الفكر ده، استغلال الفضلات علميا في انتاج سماد وغاز كمان، يعني تسميد طبيعي للتربه وطاقه توفر في البيوت. حصل في مصر؟ حصل في مصر، واتفرج عليه. سمعت عن المشروع انه دي ده بيطلع، بنحط الروس بتاع المواشي وبيطلع غاز طبيعي. وزاره البيئه فعلا قامت معانا بمجهود، فبعد كده اللي طلع الروس اللي طلع من الوحده واتحط في الارض عمل معايا انتاج 100 100، وفر لي السوبر فوسفات واللوريا والانابيب الغاز. ايه هي؟ هي تكنولوجيا البيوغاز. تكنولوجيا البيوغاز بتستخدم المخلفات الزراعيه اللي هي متمثله في روس الحيوانات، تحويلها بتكنولوجيا البي دايجستر لحاجتين: غاز عشان يحل مشكله الطاقه اللي احنا اتكلمنا عليها، والحاجه الثانيه مشكله السماد اللي هو بيبقى عنده مشكله فيها الفلاح. الدوره بتاعتي بعد ما حطيت لها السماد من الوحده، بعد ما كانت هي دوره شامي 80، بعد ما كانت بتطلع كوز واحد اصبح بتطلع 3 كيزان. وفرت معايا، انا زرعت جزء بالسماد وجزء من غير السماد، اللي من غير السماد تعبان جدا وبيطلع كوز واحد. انا دلوقتي بقدر ادخل كل بيت بشوف البنفيشري المستفيد بتاعي ايه مدى هو راضي عن الوحده بتاعته قد ايه، كمان ببقى طلباته كلها، لو هو محتاج حاجه او لو هو عايز يعرف حاجه انا بشرحها له وبفهمه ازاي هو يعني يبقى مسؤول عن الوحده بتاعته من اولها لغايه اخرها. صاحبه شركه الخضير البيوجاز، التحقت المشروع ده من حوالي سنه، خضعنا لفتره تدريب كانت في الفيوم هنا، اخذت فتره تدريب وعرفنا كل الموضوع عن الوحده وتنفيذ الوحده. بعد التدريب ده دلوقتي بقيت صاحبه شركه، ان انا ادير الشركه بنفسي ويبقى عندي موظفين ويبقى عندي عمال، كل ده ان انا اقدر اشغلهم واشغل ناس تاني برضه معايا. The United Nations Development Program is tackling two issues: quality of life of women who are in charge of feeding the family
and the dependency on butane gas and the impact that price increases have in the domestic economy. The response from rural communities so far has been phenomenal. This technology has really changed their lives. Now we plan to take this technology further by expanding to universities, large-scale farms, and therefore helping more people. This is a perfect model of sustainability. Simple, clean, affordable, without waste, and producing highly nutrient organic fertilizer for free. الوقت بستعمل أمور واحدة للفرن. الحمد لله. للخبيز. مشروع خير. مشروع خير. احنا جبنا الحاجات المونة ووزارة البيئة كملت الباقي. الباقي ايه وقامت جابت العمال كلها وجابت لنا البوتاجاز والخرطوم وكله. والحمد لله. وشغالة. وشغالة الحمد لله وفرت علينا كتير قوي بعد ما كنا بنستعمل ثلاث أنابيب بنستعمل أنبوب واحد عشان الفرن بس. ماشي. والحمد لله. ايه اللي محتاجينه من فيديو ومشروع زي ده؟ محتاجين الحقيقه ان هو ما بقاش بس مشروع وزاره البيئه في منطقه واحده، لكن محتاجين الدوله كلها تتبناه، يبقى حاله مصريه في كل القرى ومع كل الفلاحين اللي بيقدر عددهم تقريبا ب 40 مليون من تعداد سكان مصر، يعني نسبه مش قليله، تقريبا اكتر من النص بشويه او اقل من النص بشويه. محتاجين تربيط دايره البحث مع بعضها ويكون المشروع ده مشروع دوله ومواطن، مش بس مشروع باحث ومواطن وجهات تمويل على قدها. يا رب بكرة يبقى أحسن بإيدينا كلنا، لأن كل واحد فينا يقدر، سواء اللي حيوفر في استهلاكه وفي الأكل اللي ممكن يترمي، أو سواء اللي مش عايز أكل يترمي خالص كمواطن، أو سواء كمان اللي حيعمل الجهاز اللي يحول أكل البيت وفضلات الأكل في البيت لسماد، أو اللي يحول سماد وروث الحيوانات إلى سماد وبالتالي وغاز كمان ممكن نستغله. الحياة حلوة لما الدوائر بتتربط ببعضها وكلنا نبطل إهدار للفرص وللفلوس. تحياتي. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه الجدل مستمر وخلينا نرد بعدين يعني. بس خلينا نقول الايام اللي فاتت ظهر على السطح كلام كتير قوي عن علاقه جديده بين طهران ورياض، اللي العلاقه ما بينهم سيئه للغايه، ظاهرها الاختلاف الطائفي وباطنها الحقيقي السياسه. الدين الحقيقه لا في شيعي ولا في سني، الدين في مسلم وبس. ده الحقيقه للي فاهم تاريخ والتفتيت والتقسيم عايز يودينا لفين. ايه اللي حاصل النهارده؟ اللي حاصل النهارده حاله من التقارب السعودي العراقي بتتضح معالمها في زيارات على اعلى مستوى، مش بس ما بين المسؤولين لكن كمان على مستوى القيادات الدينيه في العراق، وفي مقدمتها الزعيم الشيعي الاشهر مقتدى الصدر. مشهد بدا في بدايات 2016 لما قام العبادي رئيس الوزراء او حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بزياره لمصر اللي اعلنت دعمها للعراق في محاربه الارهاب وحمايه مؤسسات الدوله فيه وحمايه استقراره. يومها مصر وربت الباب مع ايران وهي تدرك مشكلات القياده الايرانيه، لكن الخليج لم يدرك معنى الخطوه المصريه اللي حاولت مد جسور للتفاهم بعد تمدد النفوذ الايراني في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. ده بالاضافه للعلاقه الايرانيه مع الاقليات الشيعيه في دول الخليج زي السعوديه على سبيل المثال. في فبراير 2017 قام وزير الخارجية السعودي عادل جبير بزيارة لبغداد كأول زيارة لمسؤول سعودي على هذا المستوى من سنة 1990، يعني من سنة غزو العراق للكويت، يعني من 27 سنة. وأعلن من بغداد دعم الرياض لبغداد في محاربة الإرهاب. لتتوالى الزيارات وتصريحات الحقيقة وانتهت بطلب السعودية من العراق التوسط لتحسين العلاقات مع إيران، وحصل أن السعودية نفت تصريحات المسؤولين العراقيين. ولكن يبقى السؤال، هل أدرك إقليم الشرق الأوسط أنه من العبث لاقتتال باسم الطائفية ومنح الخزانة الغربية سواء أوروبا أو أمريكا أو إسرائيل حتى مبررات البقاء بشراء السلاح منهم؟
ولا هي مجرد محاولة لوقف حروب الوكالة والتمدد الإيراني السياسي في شبه الجزيرة العربية اللي بيرفع راية الدين زورا وبهتانا؟ خلينا نشوف. السعودية طلبت من السيد رئيس الوزراء بشكل رسمي أن يتدخل التوسط ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الحقيقة رغم التصريح العراقي والنفي السعودي إلا أن الواقع بيأكد احتياج الدولتين لبعضهم رغم حروب الوكالة اللي بدأت من سنين في المنطقة بينهم. إيران محتاجة دعم إقليمي في ظل تلاعب الولايات المتحدة الأمريكية بيها في مسألة الصلح النووي اللي تم في يونيو 2015 واللي اشتهر باتفاق 5+1. أمريكا مصرة تفرض عقوبات على إيران، الاتحاد الأوروبي بياخد موقف آخر، ودي سياسة غربية قديمة بحيث يكون عندنا كل لاعبين الأدوار ولو احتاجنا الوساطة تكون موجودة. إيران الحقيقة رغم التمدد الطائفي لها ودعمها لجبهات كتيرة أبرزها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والنظام السوري في سوريا والنظام الحاكم في العراق، إلا أنها بتدرك أنها بحاجة لشركاء إقليميين. نفس الكلام مع السعودية اللي اتغرست في حرب اليمن ومش قادرة تنهيها من سنتين، تراجعها في الملف السوري عن تأييد جماعات إرهابية ضد النظام السوري، تراجع دورها خطوة للخلف في الملف اللبناني. أيوة إحنا بحاجة لتهدئة في المنطقة، تهدئة عقلة رزينة يبص كل طرف فيها على نفسه علشان يكتشف إننا ما جنيناش أي شيء من الصراع اللي الشعوب بتدفع ثمنه. الحقيقة تنمية وأمان واستقرار راحوا، ياريت يكون في وساطة، وياريت ندرك أن الدين بريء من لعبة الطائفية الملعوبة في عملية التصنيف، وياريت نوجه الفلوس اللي بتتصرف في الحروب لإصلاح وتنمية حقيقية في دولنا اللي لو مش اتحدت، لأ لو غيرت بس، لو قربت من بعضها، لو عملت اتفاقيات اقتصادية لا تغيرت الدنيا من حوالينا. وعلشان كده ربما يكون في تشتتنا نعمة لأعدائك. هل تساءلت يوماً ما الذي سيحدث إذا اتحدت الدول العربية؟ إليكم 8 أمور ستحدث إذا اتحد العرب. إجمالي الناتج المحلي سيكون 5.99 تريليون سنوياً، مما يجعلها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي. المساحة الإجمالية ستكون 13,500,000 كيلومتر لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية. سيحتل العرب المرتبة الثالثة في عدد السكان بعد الصين والهند بتعداد 385 مليون نسمة. الجيش العربي بناء على الإحصائيات الحالية سيكون من 4 ملايين جندي و9,000 طائرة حربية و4,000 طائرة هيليكوبتر و19,000 دبابة و51,000 سيارة حربية. استصلاح الأراضي السودانية والتي تقدر ب 84 مليون هكتار والتي ستنتج 760 مليون طن من القمح و 370 مليون رأس ماشية و 410 مليون رأس من الخراف و 850 مليون دجاجة في العام الواحد. تغطية 80% من صحراء ليبيا بخلايا شمسية يكفي لإنتاج 20 مليون ساعة جيجاوات، وللعلم هذا يكفي احتياج الكرة الأرضية بالكامل من الكهرباء. إنتاج اتحاد الدول العربية من النفط سيكون 24 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 32% من الإنتاج العالمي. قيمة الزكاة 2.5% على الأموال المحفوظة دون تشغيل، 29 مليار دولار سنويا، وبالطبع هذا يكفي لبناء 25 مدينة يقطن بها 25 مليون عربي وعشر مستشفيات بإجمالي 5,500 سرير في كل مشفى وعشرين مدرسة تعلم 60,000 طالب في كل مدرسة
وسبع جامعات تخرج 175,000 من العلماء والأطباء والمهندسين وغيرهم كل عام، وثلاثة مطارات تتسع 30 مليون مسافر. وبهذا نكون قد عرضنا لكم السبب الرئيسي وراء تحالف دول أوروبا وأمريكا لبقاء تقسيم العرب وجعل الحروب والاقتتال دائم فيه. نسأل الله تعالى أن يوحد شمل العرب والمسلمين قريبا. شكر خاص لقناة أنا معرفش هي الحقيقة إيه، بس الحقيقة عاملة تقرير هايل. دي ثروتنا البشرية والسياسية والعسكرية والمالية لو اتحدنا في المنطقة، لكن طول ما احنا مصدقين اللي هناك اللي بره ومصدقين انهم رعاة الحرية والأمن والديمقراطية، يبقى هنعيد ونزيد كتير في الكلام المتقال. لكن دايما في نقطة نور بتيجي في قلب الظلمة. سوريا يوم الخميس أول امبارح افتتحت معرض دمشق الدولي بعد غياب 5 سنين بمشاركة 43 دولة. الحقيقة مصر أو جمهورية مصر العربية واحدة من 43 دولة، بالإضافة لروسيا والصين وفنزويلا والإمارات والأردن والعراق وإيران. الغريب بقى إن كان في دول فرض عقوبات على سوريا زي بريطانيا وفرنسا وألمانيا شاركت في المؤتمر أو المعرض، لكن من خلال ممثليها التجاريين. معرض دمشق الدولي 59 حالة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا. المعرض بيقام في منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي عند أطراف الغوطة الشرقية اللي بتسري فيها من أسبوعين تقريبا هدنة بدعم مصري قلناها وبنقولها دايما، هنا دمشق من القاهرة كما قالتها دمشق سنة 56 وقت العدوان الثلاثي، هنا القاهرة من دمشق. ومن انعقاد هذه الدورة من معرض دمشق الدولي إلا تتويج لتلك الإجراءات التي من شأنها التعريف بالمنتجات والسلع الوطنية، ففتح أسواق جديدة لتصديرها وإتاحة المجال للمشاركين للقاء والتحاور حول فرص الاستثمار المشتركة وتشجيع المستثمرين المغتربين على العودة إلى وطنهم والإسهام في إعادة إعماره وتنميته. ولا شك أن النجاح في إعادة دوران عجلة الإنتاج في ظل ظروف الحرب وآثارها يؤدي إلى أن عزيمة السوريين في مرحلة إعادة البناء والإعمار لن تقل عن عزيمتهم التي هزمت الإرهاب، بدليل روح الحياة التي تدب سريعا في المناطق التي يحررها جيشنا الباسل رغم ما لحق بها من دمار وخراب، وتوجه الكثير من الصناعيين إلى ترميم مصانعهم وإعادة تأهيلها لتقلع من جديد دون أن ينتظروا قرارا من أحد، فضلا عن انخراط آلاف الشباب والشابات منذ بداية الحرب في مبادرات وطنية للإغاثة والدعم والتنمية. لذلك كله فإن المحبين لسوريا مطمئنون ومتأكدون أنها ستنهض من جديد كطائر الفينيق.
يا رب الخير كله لكل البلدان العربية. سوق دولي وتجاري بيقول ممكن نعمل حاجة، ويا رب اللي فات يرجع تاني. تحياتنا للشعب السوري الطيب الحمول، ربنا معاكم. ومن المنطقة العربية ومن دمشق لازم نروح لمدينة شارلوت سيفل بولاية فيرجينيا الأمريكية. ليه؟ لأن يوم 11 و12 أغسطس اللي فاتوا حصلت فيها مظاهرات عنيفة جدا بين ما يعرف باسم النازيين الجدد أو اليمين المتطرف، ومن بينهم جماعة كو كلوكس كلان اليمينية اللي بتؤمن بتفوق البيض على غيرهم من البشر من ناحية، وبين الرافضين ليهم من الناحية التانية. من شدة المظاهرات اضطر حاكم الولاية ولاية فيرجينيا إلى إعلان حالة الطوارئ. السبب في المظاهرات كان رفض اليمين المتطرف خطة المدينة إزالة تمثال القائد الأمريكي روبرت لي. زي ما حضراتكم شايفين تمثال عادي. مين روبرت لي؟ هو القائد اللي قاد قوات التحالف الجنوبي في الحرب الأهلية الأمريكية سنة 1862، لكن اتهزم سنة 1865. الموقف الرئاسي من الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية غير واضح ومتأرجح بين اتهام اليمين المتطرف واتهام أطراف مناوئة لي. ويبقى السؤال طارح لنفسه، إذا كان وصول ترامب إلى حكم أمريكا إيزان بوصول اليمين المتطرف للحكم، فهل بدأت أمريكا مراحل التصعيد الحقيقي لليمين المتطرف من ولاية فيرجينيا؟ وإيه حكاية جماعة كو كلوكس كلان دي؟ أمريكا تكتشف متطرفيها وتتساءل عنهم. هم عنصريون يمثلون مجموعات كي كلوكس كلان التي تؤمن بتفوق البيض على بقية البشر، آراء يشاطرهم فيها حوالي 5% من الشعب الأمريكي. بسبب هذه العنصرية قتل الكثير من السود الأمريكيين. في 2015 هذا المتطرف قتل 9 منهم في كارولينا الجنوبية. هؤلاء العنصريون لا يمثلون حركة منظمة، بل ينتمون إلى مئات المجموعات العنصرية التي تزايد عددها مع حكم الرئيس السابق باراك أوباما. مجموعات تعتمد للتعبير عن نفسها على تنظيم المظاهرات والتجمعات المحلية. يتساءل الكثيرون عن علاقتهم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هؤلاء العنصريون هم مناصرون لترامب، فوزه زادهم حماسا وقد حضروا كثيرا في تجمعاته الانتخابية. هذه المجموعات كانت حاضرة في التجمعات الكبرى لدونالد ترامب ولم يتم طردها أبدا. ترامب يعلم أنهم يمثلون جزءا من ناخبيه، أفكارهم لها وزنها في سياسته، فهو يعتقد أنه يدافع عن البيض المهددين. ترامب لم يدعم أبدا وبشكل رسمي العنصريين ولم يلتقي بزعيمهم، لكن في البيت الأبيض قد يجدون من يصغي إليهم، وهو مستشاره ستيفن بانون. 5% من الشعب الأمريكي بيؤمن بأفكار اليمين المتطرف اللي شايف نفسه أفضل من كل البشر. 5% من تعداد 323 مليون نسمة مش كتير، لكن مش شرط أنه ما يسيطرش. هتلر وموسوليني ما كانوش يملكوا الأغلبية لكن حكموا ودمروا. الإخوان ما كانوش كتير لكن اللي صدقوهم وانخدعوا فيهم وصنعوهم وأيدوهم ووصلوهم للسيطرة. الصهاينة ما كانوش الحقيقة كتير بالنسبة للعرب لكن أخدوا فلسطين واستحوذوا على نفوس كبير في العالم. يعني إيه؟ يعني لسه الإيدين اللي بتحرك العالم في اتجاه الدمار باسم جماعات شاذة فكريا ومتطرفة عقائديا شغالة. يعني لسه الإيدين اللي بتسوق للكراهية موجودة وبقوة، ولسه هيعلى صوتها كمان. يا رب يرزقنا نور البصيرة. وتخلي بال حضرتك إن كو كلوكس إيلان أو كلان اللي هي الجماعة اليمينية المتطرفة اللي شايفة نفسها أفضل من كل البشر، هي نفسها الإخوان اللي بيقولك الإخواني ما يتجوزش غير إخوانية لأنهم أفضل، هي نفسها فكر الصهاينة اللي هم يحبوا يسيطروا، هي فكرها نفس فكر هتلر وموسوليني، هي نفسها فكر اللي بيحرك من سنين ومصر إن الكراهية والطائفية تبقى أساس حكم العالم. يا رب يدينا زي ما قلنا البصيرة في زمن غالب عليه غباوة القلوب وغشاوة العيون. تحياتي ونكمل بعد الفاصل.
الفساد شيء كريه قميء محزن بيضيع ثروات أي بلاد وأي شعوب. كل دول العالم بتكافح الفساد ولكن بنسب. كل دول العالم عندها أزمة ضمير. صحيح البني آدم يعني من قبل ما يتخلق وسمعته عند الملائكة مش حلوة، لما ناقشوا الخالق عز وجل في خلقه وقالوا له أنت هتخلق اللي يفسد ويسفك الدماء فيها، البني آدم فاسد من قبل ما يتولد، ويبقى الضمير ويبقى جهد مقاومة النفس الأمارة بالسوء، ويبقى جهد مقاومة إبليس اللي أقسم بعزة وجلال الله لا يغوينا أجمعين. لكن كمان يبقى في الحياة سلطان القانون الناجز الحاسم الفوري اللي بيردع البني آدم، يحاسب اللي غلط ويرهب السايب ويخليه يفكر ألف مرة قبل ما يمارس فساده. بره في أوروبا والدول المتقدمة في فساد برضو، بس اللي بيردعهم إنه عارف إنه لو اتمسك هيروح في داهية، يعني هيروح في داهية. هنا اللي بيقاوم الفساد ضمير صاحي وخايف من ربنا ومش قابل الحرام، لأن القانون مش ناجز، مش فاعل، مش حاسف، مش حاسم، وطول الوقت مليان ثغرات وحواري ودقات. لكن خلينا نقول لحد ما نمتلك إرادة حقيقية لقفل حنفية الفساد ضميرك، إياك تخلفه، إياك تستسلم لإغواءات نفسك وشيطانك. اوعى لا يدفع الثمن أقرب الناس ليك، إياك خليك واعي وخد العبرة. النتيجة طالب طب فاشل راشي، وأستاذ مرتشي فاسد، والنتيجة دكتور فاشل ماتت ما بين إيديه زوجة المرتشي وخسرها. هو السبب، هو اللي خرج الفاشل ونجحه، ولما مسك المشرط راحت الحقيقة بين إيديه حياة إنسانة بريئة. بس الحقيقة ده مش بس في الفيلم. النهاردة الرقابة الإدارية بتبث هذا الخبر، بتقول لحضرتك: تحقيقا لانضباط المنظومة الطبية والعلاجية في المستشفيات الخاصة، قامت هيئة الرقابة الإدارية بصحبة مفتشي وزارة الصحة بالمرور على 86 مستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك لبيان مدى التزام تلك المستشفيات باللوائح والقوانين المعمول بها. وأسفرت الجولة على مخالفات عدة، منها عدم وجود تراخيص تشغيل لمستشفيين في محافظة الإسماعيلية والغربية،
بتستقبل المرضى، وكذلك قيام عدد من مستشفيات بمحافظات الأقصر والجيزة وقنا والبحيرة ومطروح والشرقية بتشغيل أقسام الطوارئ وغسيل الكلى والأسنان والأشعة وحضانات الأطفال وبنوك الدم ومراكز التحليل والصيدليات بالمخالفة ودون ترخيص بمزاولة تلك الأنشطة. أيضا عدم توافر فصائل الدم والمستلزمات الطبية وأجهزة التعقيم وأدوية التخدير في بعض مستشفيات محافظات القاهرة والبحر الأحمر والدقهلية ومطروح والأقصر والمنوفية والشرقية، وكذلك عدم توافر بعض الأمصال الضرورية زي أمصال الكلب والعقرب والثعبان وبعض اللقاحات، إضافة إلى وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وأدوية بتخص التأمين الصحي في بعض المستشفيات الخاصة في محافظات القاهرة والفيوم والبحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس. ورصدت الهيئة في مستشفيات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس عدم اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الخطرة وعدم صلاحية أدوات الجراحة غرفة العمليات. الحقيقة كل ده في 86 مستشفى قطاع خاص في عدد من محافظات الجمهورية بتكشف عنها الرقابة الإدارية. الحقيقة كان سؤالي ثم مجهود عظيم ثم وماذا بعد، فكان الرد أنه إذا لم يتم إصلاح كل هذه العيوب في خلال أسبوعين من قبل وزارة الصحة سيكون قرارات إغلاق هذه المستشفيات، لأن عدم استمرارها يضر بالناس. الحقيقة الخبر مربوط بالفيديو اللي عرضناه لحضراتكم. لا يمكن يكون الإنسان اللي اتخرج ودرس وتربى صح يشتغل طبيب صح، الحقيقة يعني يشتغل طبيب في مستشفى من المستشفيات دي. هتلاقي عنده ثغرة اتربى فيها غلط أو اتعلم غلط أو كان هو كمان اتخرج على إيد إنسان غلط. أيوه الحقيقة محتاجين نراجع كلنا ضميرنا، محتاجين نفكر إزاي نصلح في نفسنا، محتاجين نعرف إن لا يمكن حتى لو الفساد ما تكشفش في الدنيا هنتحاسب عليه في الآخرة، هيتردلنا في أغلى ما عندنا. أصل ربك ما بيفوتش، اللي خايف على أولاده من الفقر يتقي ربنا، اللي خايف على أولاده الحاجة يتقي ربنا، اللي خايف على أولاده أولاد الحرام يتقي ربنا وهو اللي هيحميهم ويوقف لأولاد الحلال، اللي خايف على أولاده يعلمهم الضمير ويعلمهم الإنسانية، ساعتها ربنا هيحمي أولاده. الحياة مش كلها فساد، الحياة فيها حاجات حلوة وناس عندها ضمير ولسه ناس بتحلم، لسه الحقيقة الأحلام ما انتهتش. زي إيه؟ زي البلد دي اللي إحنا بنحلم نكون في يوم زيها رغم بساطة الفكرة. これからお見せするのは新しいバスをめぐるお話です。着席を確認しました。バスが発車します。次は西山高校前、バスが停車します。お、こんにちは。あら、東さんとこの大きくなって。いや。お母さんお元気？はい。悪いわね。いやいや。ゆっくり。はい。あら、キイさん。どうも。お久しぶり。こんにちは。こんにちは。バスが停車します。
うして車が来たのが分かるんでしょうね。本当ね。Is this bus going to Naru Falls? Naru Falls? Naru Taki じゃない？行くよ行くよ。 Yes, yes, yes. Thank you. Hey, 前方に落下物があり、このバスは緊急停止します。هي الدنيا بسيطة، أوتوبيس بيقاد بالتكنولوجيا زي الطيارات كده، في اللي هي بيقودها التيار الإلكتروني أو الآلي، وناس بتركب عارفة بتحط التذكرة بالأبليكيشن اللي معاها وبتقعد، والأوتوبيس بيقف في مكانه لما يكون فيه في إشارة مرور. حتى الست الكبيرة في السن لها طريقة تطلع بيها علشان مش تقدر ترفع رجليها. كل واحد بيركب بيقطع التذكرة، ما بيهربش خالص إنه هو يركبها، لأن الأوتوبيس فاضي ومفيش كمساري. في أمانة، ناس متحضرة وبلد متقدم واحترام للقواعد، من غير ما يكون في رقيب، من غير ما يكون في بلطجة أو تجاوز. حلمنا كلنا تكون بلدنا كده، بس مش هتكون كده غير بيا وبيكم. الحياة حلوة وفي حاجات حلوة كتير قوي، بس من بين الحاجات الحلوة الحقيقة اللي لازم أقول لكم عليها إن محمود خطب آية. محمود مساعد المخرج في البرنامج، خطب آية بروديوسر القناة. الحقيقة الاثنين أجمل من بعض، والاثنين يستحقوا كل الفرحة وكل الإعزاز. كل تحياتي ليهم، وكان لازم الحقيقة أقول الكلام ده مبارح، ولكن قلت النهاردة لأن محمود ما كانش موجود مبارح، كان يوم أجازته. ألف مبروك، ربنا يكمل لهم على خير وتبقى أيام سعيدة. تحياتي لحضراتكم، ربنا يملأ أيامكم كلها خير ويملأ أيامكم كلها سعادة. أنت تقدر تغير الكون باحترامك لذاتك، باحترامك لضميرك. ما تهدرش الفرصة ولا تهدر الفلوس، دايما خليك قادر انك تغير الكون بكلمة، بضحكة، بموقف، بتصرف، بفكرة. المهم خليك طول الوقت منكب على ذاتك لتغييرها. اعظم تغيير تعمله تغيير نفسك. تحياتي.